لو تسألوني يا حضور، إحنا أي جيل؟ إحنا جيل اللي مشى، إحنا جيل اللي مشى للمدارس روحة وردة 9 شهور. إحنا جيل اللي امتحن بالمناهج كلها من يلده يلده. إحنا جيل درسنا بدون ملازم وبدون مدرسين خصوصيين. إحنا جيل اللي كتب القطعة 10 مرات. إحنا جيل اللي حل المسألة بالصبورات. إحنا جيل النشرات الحائطية. إحنا جيل البرامج الإذاعية. إحنا جيل النشاط المسرحي والرياضي والمسابقات الثقافية. إحنا جيل ما نهز ولا نهار نفسيا من عصا المعلم. إحنا جيل ما تأزم عاطفيا من ظروفه العائلية. إحنا جيل ما دخلنا التليفونات بالمدارس. إحنا جيل ما تعلقت قلوبنا بغير أمهاتنا ولا بيتشينا لما تسافر مربياتنا. إحنا جيل استذكرنا الدروس والمناهج كلها مع أولياء أمورنا برقابة داخلية، ما كتبوا عنا واجباتنا. إحنا كنا ننجح بدون وعود وبلا دروس. إحنا جيل ما رقصنا على الأغاني السخيفة. إحنا جيل كنا نروح الراكض ورا بعضنا بعض بالطرقات بالأمان، ما كنا نخاف لا حرامي ولا خاين وطن. إحنا جيل كلنا نسكر للطيف ليتات الكهرباء بس تسكر القناة. إحنا جيل نتكلم وايد. إحنا جيل نتسامر وايد. إحنا جيل نضحك وايد. إحنا جيل إحنا كنا ننطر ونطالع السماء ونفرح نعد النجوم نجمة نجمة لين غفو. إحنا جيل إذا مرت الطيارة فوقنا وإحنا بالسطح نفرح ونأشر عليها. إحنا جيل كانت للشرطة هيبة. إحنا جيل هيبة والدينا داخل قلوبنا وهيبة معلمنا ما لها مثيل. إحنا جيل للعشرة هيبة، للمعلم هيبة، للوالدين هيبة. إحنا جيل نحترم سابع جار، نتقاسم مع المصروف مع الصديق ونتقاسم معاه الأسرار. أنا أشهد جيلنا جيل ما يتعوض.